بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، تعالوا بينا نبدأ المراجعة بتاعتنا. نبدأ من كتاب البوكلت بتاع كتاب جيم on page 5 number 1. We should make sure, يعني نتأكد that tourism, اللي هي السياحة in Egypt is، يعني السياحة في مصر تكون، إيه؟ طبعا لازم نقول تكون مستدامة. يعني sustainable اللي هي رقم دي، or our economy او الاقتصاد بتاعنا will be affected badly، يعني ستأثر بشكل سيء. number 2 we for a week، يعني عايز نقول احنا مشينا في الغابات المطيره لمده اسبوع، هتبقى رقم 8 rig in through، يعني خلال the rain forest اللي الغابه المطيره last year it was fantastic، يعني كان رائعا. number 3 there was a meeting، يعني اجتماع of local، يعني محلي، طبعا هتبقى رقم B اللي هي conservationists اللي هم ايه المحافظين على البيئه، to discuss، يعني نناقش ways، طرق of protecting، حمايه بلانتس النباتات and animals والحيوانات from the dangers، يعني المخاطر of the drought، يعني الايه الجفاف. number 4 I used to live in a small fishing village، يعني اعتدت ان اعيش في قريه صيد صغيره on the space of the Red Sea، يعني عايزين نقول على ساحل البحر الاحمر، كلمة ساحل يعني كوست اللي رقم ايه. number 5 during our holiday، يعني اثناء الاجازه بتاعتنا ان شرم الشيخ، we went diving، go diving، طبعا عارفين الرياضات اللي فيها ان جي دايما تيجي مع الفعل go، فهنقول go الماضي منها هيبقى went diving many times، يعني مرات عديده in the Red Sea، يعني في البحر الايه البحر الاحمر. number 6 I space as a translator، يعني مترجم، 14 years now I have my own company، والان مع عندي شركتي الخاصه بي. طبعا يبقى يا جماعه لما كلمه فور لما تستخدم مع زمن الماضي البسيط فانها تعبر عن فعل بدا وانتهى في زمن الماضي، وبالتالي الاجابه الصحيحه هتبقى وركد اللي رقم دي، لان معنى الجمله بيقول انا اشتغلت 10 سنين مترجم. هل هو مازال بيشتغل مترجم؟ لا طبعا، دلوقتي بيقول لك الان انا عندي شركتي الخاصه ايه الخاصه بي، يبقى فعل بدا وانتهى في زمن الماضي وبالتالي استخدم الماضي البسيط. number 7 they space tv together all day yesterday، احنا قلنا يا جماعه ان كلمه all day yesterday كلمه all وبعدها مده، at وبعدها مده، هول وبعدها مده، from مده ومده، لما يبقى تدل على المستمر يبقى معناها ناخد ماضي مستمر، يعني was aware الفعل مضاف له ing اللي هو were watching as they finished their work، عندما انتهوا من العمل بتاعهم. number 8 he is based to the beach when he was younger، طيب يا جماعه when he was younger دي دل على ايه؟ دل على سرد الاحداث، وسرد الاحداث دي بناخد زمن الجمله ايه؟ بناخد زمن الجمله ماضي بسيط، يبقى بالتالي هناخد رقم دي اللي هو usually went. number 9 my sister found، يعني وجدت a gold ring، يعني وجدت خاتم من ذهب while she was playing in the garden، بينما كانت تلعب في الحديقه. طيب يا جماعه هي كانت بتلعب في الحديقه وجدت خاتم ذهب، الإجابة للخاتم الذهب ده هيقطع اللعب ولا مش هيقطع اللعب؟ طبعا هيقطع اللعب، احنا متفقين على ان القاطع بيبقى ماضي بسيط اللي هو فاوند، والمقطوع اللي هو اللعب هيبقى ماضي مستمر اللي هو was aware الفعل مضاف له ان جي اللي هو was playing. number 10 he is based to prison، يعني معنى الجمله هو اخذ الى السجن as a result of، يعني نتيجه لي his crimes، يعني جرائمه، طبعا اخذ زمن الجمله تبقى ماضي بسيط، والباضي البسيط في المجهول بيتكون من مفعول was aware والتصريف الثالث للايه التصريف الثالث للفعل. طب تعالوا نشوف الترجمه بقى يا جماعه اللي هي من ايه من انجلش، بيقول environmental pollution، يعني ايه environmental pollution؟ يعني التلوث البيئي، which is one of يعني واحدا من the most serious، يعني خطير، problems يعني مشكلات، facing كلمه facing ديت معناها التي تواجه، humanity يعني ايه humanity يا شباب؟ يعني البشرية، is a term، يعني ايه كلمة term دي؟ term يعني مصطلح، that refers to، يعني يشير إلى، all the ways يعني كل الطرق، that human activity يعني النشاط البشري، harms، ما معنى كلمة harm؟ يعني يضر، the natural environment، كلمة natural يعني طبيعي، environment يعني البيئة، يبقى على بعضها كده هنقول التلوث البيئي من أخطر المشاكل التي تواجه البشرية، وهو مصطلح
يشير إلى كل الطرق التي يضر بها النشاط البشري بالبيئة الطبيعية. طيب ما كان شوف ترجمة عن بعض، بيقول تعتبر النظافة الشخصية الحل الأساسي للوقاية من الأمراض المعدية والفيروسات القاتلة مثل فيروس انفلونزا الطيور وفيروس كورونا. نشوفوا بقى الكلمات الأول الجديدة في الترجمة. كلمة النظافة الشخصية هايجين، هايجين، معدي انفكشوس، انفكشوس، فيروسات فيروسز، فيروسز، فيروس كورونا كورونا فيروس، يمنع بريفنت، بريفنت، مرض ديسيز، ديسيز، انفلونزا الطيور بيرد فلو، بيرد فلو. تعالي يا حبايبي نحلها سوا بعضينا كده. بتقول تعتبر النظافه الشخصيه، يبقى يا جماعه نبدا اهم حاجه احنا اتفقنا عليها البدايه، نبدا بكلمه النظافه الشخصيه. النظافه الشخصيه قلنا يعني ايه؟ قلنا يعني هاي جين، اهو هاي جين اللي هي النظافه الشخصيه تعتبر يعني از، او ممكن نقول از كونسيدر. يعني لو حضرتك في كلمه تعتبر كتبت از بس صح، ولا كتبت از كونسيدر تمام. الحل الاساسي يعني هنقول يا جماعه ايه؟ ذا بيزك اهو، او مين حل، يعني سولوشن، حل يعني سولوشن للوقايه. واخد بالكم يا جماعه، يعني عشان نمنع للوقايه، يبقى تو نمنع يعني ايه؟ يعني بريفنت، يمنع يعني ايه يا حبايبي؟ بريفنت الامراض المعديه. بالانجليزي هنقولها المعديه امراض، لان الصفه بتصف الاسم وتاتي قبله، يبقى بريفنت انفكشوس، انفكشوس دي سي زيس اللي هي الامراض الايه؟ المعديه. والفيروسات او الفيروسات القاتله، او يبقى اور. طب لما نقول الفيروسات القاتله هنقول القاتله فيروسات، يبقى هنقول اور فتل، فتل يعني قاتل، وفيروسز اهو، فيروسز اهو اللي هي الفيروسات القاتله، مثل، مثل يعني، يعني ساتش از، ساتش از ايه يا جماعه؟ ساتش از انفلونزا الطيور اللي هي بيرد فلو، بيرد فلو اهي. اند طيب ايه كمان بعدها يا جماعه؟ وفيروس كورونا اللي هو كورونا فيروس. بيج 7 هي از سو بورد، بورد يعني شاعر بالملل. اول هيز فاميلي كل الاسره، ممبرز الاعضاء الاسره، ممبر يعني اعضاء، ار اواي يعني بعيدا، اون هوليديز اجازات، اند هي از ستك ات هوم، ستك رقم ايه يعني عالقا في البيت. نمبر 2 ات ذا سيركس يعني في السيرك، ذا كلاون فاسينيتد ذا تشيلدرن، فاسينيتد الرقم سي يعني ابهر الاطفال، ويز هيز ماجيك تريكس يعني حيله السحريه، كلمه ماجيك يعني سحري وتريكس يعني حيل. نمبر 3 ات ووز ا جود ديسيشن، ديسيشن يعني قرار. وي ديدنت جو كامبينج، لم نذهب الى المعسكر، لاست ويك اند يعني في نهايه الاسبوع، از ذا ويزر ووز لان الطقس كان اوفول اللي رقم بي يعني كان ايه سيئا. نمبر 4 دونت وري يور سون از ناو 15 ييرز اولد، ابنك دلوقتي عنده 15 سنه، اند هي اند از اكتنج از ا نورمال، ويتصرف كما لو كان ا نورمال، طبعا رقم سي اللي هي تينيجر يعني مراهق. نمبر 5 سام تايمز اي انجوي، انا استمتع ماي انجلش ليسونز، بات ات اذر تايمز ولكن عند اوقات اخرى، اي فايند ذيم ريلي اجتهم حقا، طبعا رب رقم دي اللي هي بورينج. نمبر 6 وايل از بيز باي هيز ماذر، طبعا واضح ان الجمله مبنيه للمجهول، لكن مبنيه للمجهول، واحنا قلنا وايل اذا لم ياتي بعدها فاعل ياتي بعدها الفعل في ان جي، بس ده في المعلوم، لكن في المجهول ياتي بعدها بينج وتصرف الثالث الفعل، يبقى بينج باث اللي يقرأ دي باي هيز ماذر ذا بيبي جيف الاود كراي، يعني الطفل صرخ صرخه عاليه. نمبر 7 ماي فاذر يوزد تو بي ا هيف سموكر، يعني بيقول ان ابي اعتاد ان يكون مدخن بشكل ثقيل. وين هي ووز يونج عندما كان صغيرا، بطنا وهي، طبعا يا ولاد احنا قلنا ان بعد بطنا ودايما النفي بضمت او تظن، ما عدا لو لقيت يوزد تو بي، هنا بيقول يوزد تو بي اهي في سموكر، يبقى النفع يبقى ايزنت او ارن، طبعا ما فيش الا ايزنت، وايزنت تجمع المفرد. نمبر 8 اي ووز توكينج اون ذا فون ذا دور بيل رانج، طبعا يا جماعه الاجابه هتبقى رقم سي، يعني بينما كنت اتحدث في التليفون ذا دور بيل رانج، معروف ان وايل اللي بيجعلها فاعل، ووز اوير والفيرب مضاف له اي ان جي. نمبر 9 اي ام نوت يوزد تو اللي رقم سي فاست فود، يعني لست متعود على الاطعمه السريعه، رفيز درينكس، طبعا يا جماعه
احنا قلنا يزد طول ما بيسبقها فيرب تو بي يكون معناها متعود على، وبرضه اللي بيجي بعدها بيبقى اسم زي فاست فود اهو او فيرب بلس اي ان جي. نمبر 10 سبيس ذا فلايت اي فيلت ال، معنى الجمله اثناء رحله الطيران شعرت بالمرض. طبعا ناخد رقم سي لان احنا اتفقنا مع بعض ان كلمه ديورينج دي بيجي بعدها ذا اسم او صفه ملكيه او صفه ملكيه وبعدين الاسم الايه اللي بعديه. تعالوا يا جماعه نشوف ترجمه كده، بيقول وي ريلي او ماتش تو اور بيرنتس. كلمه او ديت يعني مدين، بيرنتس يعني الوالدين، هو دو ذير بيست الذين بذلوا قصارى جهدهم تو بليز اس. ما معنى كلمه بليز؟ يعني يسعد. اند بروفايد يعني يزود، هابي سكيور، سكيور يعني امن، لايف. اولسو وي كانت اجنور، اجنور يعني يتجاهل، ذا رول يعني دور اوف تيتشرز المعلمين، ان ديفلوبينج ما معنى كلمه ديفلوب؟ يعني يطور، اور كاركترز يعني شخصيتنا. يبقى اللي على بعضيها يا جماعه نحن مدينين، مدينون كثيرا لآبائنا الذين يبذلون قصارى جهدهم لإرضائنا وتوفير حياة سعيدة وآمنة أيضا. لا يمكننا تجاهل دور المتعلمين في تطوير شخصيتنا. يجب علينا أن نعمل بجد وأن نبحث عن طرق غير تقليدية لزيادة الإنتاج والدخل القومي لتوفير حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع. زي ما احنا اتفقنا يا جماعة البداية، لكن يعني كلمة غير تقليدي يعني نون تراديشنال، غير تقليدي نون تراديشنال لجميع أفراد المجتمع، فور أول ممبرز أوف سوسايتي، فور أول ممبرز أوف سوسايتي. يبقى يجب علينا أن نعمل بجد. مين اللي يجب علينا نعمل بجد يا جماعة؟ لو إحنا، يبقى هنقول وي أهو، وي يجب يعني إيه؟ يعني ماست، ويعمل يعني ويرك، هارد يعني بجد اهو خلاص، وان نبحث، ان يبحث يعني يعني لوك فور، يبحث يعني يا شباب لوك فور طرق غير تقليديه، قلنا يعني نون اهو تراديشنال، نون تراديشنال. طب وطرق يعني ايه يا جماعه؟ يعني ويز لزياده، ها ليه يعني ايه؟ يبقى تو يزيد يعني يا شباب يعني انكريز. الانتاج يعني ايه؟ برودكشن. الانتاج يعني ايه يا حبايبي؟ برودكشن. خلي بالك، والدخل القومي، الدخل القومي اند ناشونال، ناشونال انكم. يبقى كلمه الدخل القومي يعني ناشونال انكم لتوفير، يبقى تو بروفايد كلمه يوفر يعني بروفايد، حياه افضل اهو يعني ابيتر، ابيتر لايف حياه افضل لكل او لجميع افراد المجتمع، هنقول فور اول ممبرز اهو اوف مجتمع يعني ايه؟ مجتمع يعني سوسايتي. طيب يا جماعه تعالوا كده مع بعضينا يا جماعه بيج 8 صفحه 8، طبعا في تيست يا جماعه لبعضيه. بيقول يا جماعه نمبر 1 ذا بيرد از اكزوتيك اتس انيوجوال يعني غير معتاد، and rarely ونادرا seen here يعني يرى هنا. The antonyms of the word exotic، عكس كلمة exotic ايه يا جماعة؟ طبعا يا جماعة familiar اللي هي رقم A، أو conventional اللي هي الأخرانية اللي هي مألوف أو معتاد. Number two، I always space my yearly holiday in August، يعني معنى الجملة يا جماعة أنا عادة بأخذ الأجازة السنوية في شهر أغسطس. طبعا اللي جاب هتبقى A اللي هي have أو D اللي هي take. Number three, everyone should know، يعني كل واحد ينبغي أن يعرف، that cutting down trees، أن قطع الأشجار طبعا damages the environment يعني يتلف الايه البيئة لرقم دي. Number four, when my brother got promoted، يعني عندما ترقى أخي، as a sales manager، sales manager يعني مدير مبيعات، he was over the، طبعا يا أولاد كلمة expression جميل جدا، over the moon يعني كان سعيد جدا لرقم بي. Number five, my father is a fussy eater. اللي رقم B. تعال كده شوفوا يقول بيشرح لنا ازاي كلمة fussy eater دي، يا ترى أي نوع من الأكلة ده؟ بيقول he dislikes يعني يكره many types of food يعني العديد من الـ A من الأطعمة. Number six, the thief stole everything. يعني اللي لسه سرق كل شيء in my house في منزلي including بما في ذلك. اللي رقم A لأن including معناه يتضمن أو يشتمل على موبايل فونز أند لابتوبس.
نمبر 7 اي دونت ثينك ذات سليفري، سليفري اللي هي العبوديه، لا اعتقد ان العبوديه اكزيستس يعني توجد، اللي رقم سي، ان ميني كانتريز اوف ذا وورلد يعني في العديد من دول العالم. نمبر 8 بليز علي وود يو كلوز ذا ويندو، هل ممكن حضرتك تقفل الشباك؟ ذا ويند الرياح از بلوينج ذا بيبرز اوف، طبعا اللي هي رقم بي لان دايما حرف الجر اوف ده بيفيد الانفصال، يعني بنقول ان الرياح بتعصف بالاوراق اللي على الايه على الترابيزه او المستندات اللي على الترابيزه. نمبر 9 اي نيفر سبيس ان ذا سي وين اي ووز ا تشايلد، انا فهمت ايه يا جماعه من كلمه وين اي ووز ا تشايلد اللي معناها عندما كنت طفلا، فهمت من كده ان ده سرد احداث. طيب كمل كده، بطنا ولكني الان اي ام ا جود سويمر، يعني انا سباح جيد، معنى كده ان ده كانت عاده في الماضي وفي حاجه عكسها دلوقتي في الحاضر، وبالتالي ناخد يوز تو سويم لان يوز تو معناها اعتاد على عمل شيء في الماضي لم يعد يفعله الان. نمبر 10 اي سبيس اب ليت از ماي ورك ديموندس ات، طيب انا عايزك تفهم يعني ايه ديموندس، ديموند يعني يتطلب، مضارع ولا ماضي يا حبيبي؟ مضارع طبعا، ديمون ديس مضارع، يبقى يا جماعه هنقول اي ام يوزد تو ستاينج لرقم سي، لان احنا قلنا يوزد تو لما بيسبقها فيرب تو بي بيليها اسم او فعل في ان جي وتكون معناها متعود على عمل شيء في المضارع، ولو كانت ووز اوير قبل يوزد تو هيبقى كان متعود على عمل شيء في الماضي. نمبر 11 وايل اي ووز رايتنج ا ليتر، بينما كنت أكتب خطابا، my father called me، أبي نادى علي لرقم سي، to have dinner لكي أتناول العشاء. طيب يا جماعة كنت بكتب خطاب وأبي نادى علي، لما نادى والدي علي قطع كتابة الخطاب، وإحنا قلنا القاطع بيكون ماضي بسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل بإضافة إيدي للأفعال المنتظمة، والمقطوع بيكون ماضي مستمر يعني was أو were والفعل مضافا له ing. نمبر 12 وين اي ميت مها، عندما قابلت مها، اي سبيس هير تو ماي بيرثدي بارتي، يعني دعوتها لحفل عيد ميلادي. طبعا يا جماعه واضح ان الكلام من لما لقيت وين وبعدها فاعل وماضي بسيط فهمت من كده ان ده ممكن يكون سرد احداث، واكده لي معنى الجمله وبالتالي هناخد رقم دي لانفايتد. نمبر 13 سبيس هيرينج هيز فاذرز فويس، يعني يا جماعه معنى الجمله ايه؟ عند سماع صوت ابوه. هي turned off his computer، يعني بسرعة أغلق الكمبيوتر، ده معناه إيه؟ معناه إن في تزامن، يعني الفعلين حاصلين في وقت واحد، ولكن الفعل في ING يبقى في الحالة دي هنستخدم on اللي رقم B اللي بيجي بعد الفعل في إن إيه؟ ING. نمبر 14 yesterday evening، طبعا yesterday لما بيجي بعدها مدة برافو تبقى ضل على الإيه؟ على المستمر. ليه؟ لأن ده بيقول عليه specific time، أنا حدد الوقت في الأمس في المدة الماضية كانت إمتى؟ يبقى يسترداي ايفنينج يبقى ده سبيسيفيك تايم يعني وقتا محددا، وبالتالي ناخد ماضي مستمر يبقى هنقول وير واتشينج اللي رقم A، يبقى ماي فاميلي يعني مقصود بها هنا اعضاء الاسره، عشان خاطر ما حدش يقول هي مفرد، هي بتتعامل مفرد او جمع على حسب السياق، فهنا مقصود بها اعضاء الاسره كانوا يشاهدون ا فيري وندرفول فيلم، يعني فيلما رائعا توجذر يعني معا او سويا. نمبر 15 ذا كريمنال ووز اريستد، يعني اللص تم القبض عليه، وايل ذا سين، سين يعني مشهد او مسرح، اوف ذا كرايم الجريمه، طبعا وايل يا جماعه اتفقنا ان لو ما جاش بعدها فاعل برافو هيجي بعدها الفعل في ان اي ان جي. نمبر 16 although we were in the company، على الرغم ان احنا كنا في الشركه at 10 o'clock ذا ميتنج، الاجتماع بدأ لان واضح ان ده سرد احداث، واحد بيحكي لواحد اللي كان حصل بيقول له على الرغم يا اخي ما احنا كنا قاعدين في الشركه الساعة 10 الاجتماع بدأ الساعة 11 يبقى 11 o'clock وبالتالي هناخد رقم دي. طيب تعالوا كده نشوف سؤال القطعة مع بعض يا جماعة. People find it challenging. Challenging يعني يجد الناس أنه من التحدي to solve problems quickly، أن يحل المشكلات بسرعة. They want to get fast results، فهم يريدون الحصول على نتائج أسرع. Or make money، أو أن هم يكونوا مالا. Or make life easier، أو خلوا الحياة أسهل. Often غالبا they don't look into، فهم لا ينظرون into the future في المستقبل. They don't think، لا يعتقدون about the long term consequences، يعني النتائج بعيدة الأمد. Of their actions، من الأفعال اللي هم بيعملوها. The story of DDT، فقصة مثلا DDT، مادة اسمها مادة DDT
is a good example, يعني مثالا جيدا. It is a chemical, إنها مادة كيميائية, which was developed, التي تم تطويرها, to kill insects, لقتل الحشرات. It was invented, يعني تم اختراعها, in 1940, في سنة 1940. And very soon, وسريعا, it was being used, يعني كانت تستخدم, effectively, بشكل فعال, by farmers, عن طريق الفلاحون, all over the world, يعني في كل أنحاء العالم. The results at first, يعني النتائج في البداية, were successful, يعني كانت ناجحة. The chemical killed, المادة الكيميائية قتلت, the harmful insects, يعني الحشرات المضرة, which ate the food, التي كانت تأكل الطعام, plants, النباتات, more crops, والمزيد من المحاصيل, were produced, يعني تم إنتاجها, and both farmers, الفلاحون, and industry, والصناعة, made a lot of money, يعني كونوا مالا كثيرا. However, ومع ذلك, the chemical had effects, يعني المادة الكيميائية دي كان لها تأثير, which scientists had not predicted, التي لم يتنبأ بها العلماء. DDT not only killed, يعني ليست فقط قتلت, the harmful insects, يعني الحشرات الضارة, but also killed useful, ولكنها أيضا قتلت useful insects, يعني الحشرات المفيدة. A few insects, بعض الحشرات القليلة, were strong, يعني كانت قوية. They survived, survive يعني يبقى على قيد الحياة, and multiplied يعني يتكاثر, in a few years, يعني في سنوات قليلة. There were a large numbers of these sober insects, يعني كان هناك عدد كبير من هذه الحشرات القوية, which DDT couldn't kill, التي لم تستطيع أن تقتلها مادة DDT. Clearly, بوضوح, DDT was making the problem worse, يعني خلت المشكلة أكثر سوءا. It was worthless, worthless يعني بلا قيمة, to be used, أن تستخدم anymore, يعني المزيد منه. Another problem, ومشكلة أخرى, was that the chemical didn't disappear, إن المادة الكيميائية لم تختفي. It stayed in the ground, يعني ظلت في الأرض, and found its way, ووجدت طريقها into rivers, يعني بالأنهار, lakes, البحيرات, and oceans, والمحيطات. So animals began to suffer, ولذا بدأت الحيوانات في المعاناة, from new different diseases, من أمراض مختلفة. Humans also, والبشر أيضا, began to have problems, بدأ لهم المشكلات. Especially, وخاصة, in areas where DDT was widely used, حيث كانت هذه المادة تستخدم على نطاق واسع. Many governments, العديد من الحكومات, stopped, يعني توقفوا, the use of DDT 20 years ago, يعني من حوالي 20 عاما. But its effects, ولكن الآثار, are still with them, يعني ما زالت موجودة معهم. يا ريت يا إخواتنا نقرأ البسج مرة ولا اثنين وبعدين نسمعه كده بحيث أنه يسهلنا الموضوع إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طيب نشوف يا جماعة السؤال رقم 17. Which of the following is probably true about DDT? يعني أي من هؤلاء صحيح على مادة DDT؟ طبعا الإجابة يا جماعة رقم D. It kills both harmful insects and useful insects. يعني بتقتل كل من الحشرات الضارة والنافعة. Number 18. What does the word challenging mean? ماذا تعني كلمة challenging? Challenging دي بتعني إيه يا جماعة؟ طبعا رقم A اللي هي difficult يعني صعب. Number 19. What does the word consequences refer to? كلمة consequences اللي هي النتائج بتشير للإيه يا جماعة؟ According to the passage, وفقا لهذه الفقرة. طبعا الإجابة رقم D, bad things that could happen, يعني الأشياء السيئة التي يمكن أن تحدث. 20. Where does DDT end up eventually? يعني أين تنتهي مادة ال DVD؟ بتنتهي فين يا جماعة؟ طبعا الإجابة رقم C, into rivers, في الأنهار, lakes, البحيرات, and oceans, والمحيطات. 21. Much damage, يعني كثيرا من التلف, into the environment happens, يعني يحدث, as people, لأن الناس, طبعا الإجابة رقم B, don't think about the future, يعني لا يفكرون في الـA, في المستقبل. 22. DDT was, مادة DDT كانت, was very, كانت في البداية إيه يا جماعة؟ في البداية, was very useful, اللي رقم A, at first, and more crops, والمزيد من المحاصيل, were produced, يعني تم إنتاجها. 23. The insects, الحشرات, that survive, اللي هي تبقى على قيد الحياة,
عندي مالتي بلايد، كلمة مالتي بلاي يعني يتكاثر، وير كولد كانوا بيسموها ايه يا جماعة؟ طبعا رقم دي اللي سوبر انسكتس. نمبر 25 24 سوري، يوزنج دي دي تي يعني استخدام الدي دي تي واز فيري بوزيتيف، بوزيتيف يعني ايجابي، ات فيرست في البداية اس ات كولد لانه قتل ذا هارمفول انسكتس يعني الحشرات الضارة ذات ايت بلانتس التي كانت تاكل النباتات. طيب يا جماعه بالنسبه للترجمه من عربي لانجليزي ان شاء الله هنشرحها لكم على السطور عشان تفهموها كويس. تعالوا يا جماعه نشوف الترجمه الثانيه اللي هي ايه، الترجمه اللي هي من انجلش انتو عربي. بيقول there is no doubt، there is no doubt that يعني ايه there is no doubt that يعني من ما لا شك فيه، that we all should cooperate، ما معنى كلمه cooperate؟ cooperate يعني يتعاون، to face any danger، danger يعني ايه خطر، that threatens الذي يهدد our country، country يعني بلدنا، and to try to support، support يعني يدعم the government الحكومة in taking any في أخذ any measurements، measurements يعني إجراءات. يبقى على بعضها يا جماعة نقول لا شك في أننا جميعا يجب أن نتعاون لمواجهة أي خطر يهدد بلدنا ومحاولة دعم الحكومة في اتخاذ أي إجراءات. يجب على الإنسان أن يتحلى بكل المقاومات التي تمكنه من مواجهة الصعوبات الحياة والتأقلم مع التغيرات التي تحدث على مدار عمره. طيب نشوف كده بعض الكلمات يا جماعة، مقومات يعني qualities، qualities يتأقلم adapt to، adapt to على مدار throughout، throughout يعني على مدار صعوبات الحياة، life's difficulties، life's difficulties يحدث occur، يحدث أكر. تعالوا يا جماعة نشوف على بعضها، يجب على الإنسان، الإنسان يعني يا جماعة يعني مان ويعني هيومن، الإنسان يعني مان ويعني هيومن، وقلنا أهم حاجة في الترجمة من عربي الإنجليزي هي البداية، هيومن أو مان شد يعني ينبغي يمتلك أو لديه يعني have all the qualities، يعني إيه كل the qualities؟ يعني كل المقومات التي تمكنه، اللي which يمكن يعني enable him اهو to ها يواجه يعني ايه يعني face، خلي بالك صعوبات الحياه يعني الحياه صعوبات، يعني الحياه امتلكت صعوبات، يبقى هنقول lives اهو lives دي في qualities اللي هي الصعوبات تمام، والتأقلم ها and يتأقلم يعني adapt، adapt to التغيرات، التغيرات يعني the changes التي تحدث، يبقى which يعني تقول يعني occur تمام خلاص كده، على مدار يبقى هنقول through، مدار يعني through اهو out his life اللي على مدار ايه عمره او على مدار حياته. طيب يا شباب يلا نبدا كده مع بعض unit 2. بيقول if you want to know، طبعا بيج 12 صفحه 12، بيقول if you want to know لو انت عايز تعرف about all living things عن كل الكائنات الحيه، you need to study تحتاج ان تدرس او تدرس ايه طبعا رقم دي اللي هي بيولوجي اللي هو علم الايه الاحياء. نمبر 2 all doctors يعني كل الاطباء الشور يعني يؤكد that natural blood ان الدم الطبيعي، عايز يقول ايه يا جماعه؟ عايز يقول ضغط الدم الطبيعي، الضغط اسمه ايه يا جماعه؟ بريشر اللي رقم ايه is 112 20 80. number 3 what makes me admire، ما الذي يجعلني اعجب، our friend more is his اللي بيخليني اعجب بصديقي كثيرا، is his، his دي صفه ملكيه، بعد صفه الملكيه بيجي ايه؟ بيجي اسم، وبالتالي ناخد رقم سي generosity. number 4 what makes me admire my friend، ما الذي يجعلني أن أعجب بصديقي، is the fact that he is، طبعا is ديت اللي هو verb to be، و verb to be دايما بيجي بعديه الصفة، والصفة اللي هي رقم بي اللي هي generous. number 5 the antonym of the adjective domestic، العكس بتاع كلمة domestic اللي هي أليف، طبعا ايه عكس كلمة domestic؟ طبعا كلمة wild اللي هي رقم دي يعني بري. number 6 at the age of 7، طبعا كلمة at the age of 7 ديت دل على سرد الأحداث، وسرد الأحداث بيبقى زمن الجملة ماضي بسيط، وبالتالي هناخد I always played اللي رقم A football in the street with my friends، يعني لعبت كرة القدم
مع أصدقائي في الشارع. Number seven, students, طلاب, are asked, اللي رقم C, to do their homework, إنهم يعملوا الواجب بتاعهم at home alone, إنهم يعملوا الواجب في البيت بمفردهم. طبعا تبقى الإجابة رقم C, لأن هنا زمن الجملة مضارع بسيط, بس مضارع بسيط في المجهول. المضارع البسيط في المجهول بيتكون من إيه؟ من مفعول أم أو إذا وأرد صرف تلك الفعل. Number eight, I spaced this morning because my alarm clock. Alarm clock يعني المنبه. Didn't go off. Didn't go off يعني لم يدق. طبعا واضح يا جماعة أن واحد بيسرد أحداث بيحكي اللي حصل معاه, فبيقول غلبني النوم هذا الصباح لأن المنبه بتاعي لم يدق. طبعا الإجابة رقم B اللي over slept. Number nine, my son spaced sleeps early. لاحظ كده في الفعل sleep آخره إيه؟ آخره S. طيب يبقى هنا هنقول ايه؟ هنقول never. Never sleeps early, so he is always tired. يعني دائما بيكون متعب in the morning. طبعا خدنا ليه يا جماعة never؟ لأن طالما لقينا never يعني نفي المضارع البسيط, لما بيبقى فعل مفرد بنجيب never زائد الفعل به is, أو نجيب doesn't زائد المصدر. Number 10, I want to go out. يعني لن أخرج until my mother. طيب فاكرين القاعدة اللي بتقول الروابط الزمنية زي after, زي as soon as, زي till until, زي when, زي before, زي the moment, زي كلمة the day, بيجي بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام, بيجي بعدها المصدر أو المصدر مضاف له إس, أو بيجي بعدها مضارع تام يعني هاف أو هذا تصرف التالت الفعل, بشرط أن يكون الفعل الآخر مستقبل أو أمر. طب الفعل الآخر want to go ده مستقبل, يبقى أنا هختار مضارع بسيط أو مضارع تام. مفيش عندنا إلا مضارع بسيط اللي هي رقم A comes, وخدنا رقم A عشان إحنا بنضيف الفعل إس مع هي وشي وإت والاسم الـA والاسم المفرد. تعالوا مع بعضنا يا حبيبي كده نشوفوا الترجمة اللي هي من ايه, من انجليزي العربي. بتقول ايه يا جماعة؟ The internet is considered, يعني يعتبر a double-edged weapon. ما معنى هذا الكلمة الجميلة دي؟ double-edged weapon يعني سلاح ذو حدين. With a lot of benefits, benefits يعني فوائد, as well as, يعني كلمة as well as يا أولاد معناها بالإضافة إلى أو كما أنه كذا. Many demerits, demerits يعني ايه؟ عيوب. That can be harmful, harmful يعني ضار, to us يعني ضارة بنا. يبقى نقول يعتبر الانترنت سلاحا ذو حدين, له كثيرا من الفوائد بالإضافة إلى العديد من العيوب التي يمكن أن تكون ضارة. إن شاء الله اللي هو الترجمة بقى اللي من الإنجليزي العربي إن شاء الله هحكي لكم قصة بسرعة. نقول يا جماعة إن الأزمات التي تحدث لشخص ما تبين له أحيانا للأصدقاء الحقيقيين الذين يقفون بجواره ويساعدونه, وكذلك الأصدقاء المزائفين الذين يخذلونه. طيب كلمة صديق حقيقي يا جماعة يعني true friend, true friend. صديق مزيف يعني false friend, false friend. وكذلك يعني as will as, as will as. يخذل يعني للداون, يخذل يعني يا شباب للداون. طيب يا جماعة إن الأزمات, كلمة إن ليس لها ترجمة, يبقى نبدأ بكلمة الأزمات. الأزمات يعني crisis, crisis التي يبقى which أو ذات تحدث يعني happen أهو لشخص ما, يبقى to someone لشخص ما أهو, تبين له أحيانا يعني هنقول يا جماعة sometimes أحيانا أهو. خلي بالك show, show يعني تبين, show him يعني تبين له الأصدقاء الحقيقيون, يبقى نقول the true friends اللي هم الأصدقاء الحقيقيون الذين, يبقى هو خلي بالك stand يعني يقف بجواره by him, ولكن هنا ممكن نقوله by them على أساس كلمة someone ده ضمير غير إيه, غير محدد. ويساعدونه and help برضو them على أساس إن إيه, قلت لكم عادة كلمة someone. وكذلك يعني as will as, خلي بالك الأصدقاء الزائفون the false, the false اللي هي مزيف false friend اهو friends sorry هو ها let, خلي بالك them down. طبعا يا جماعه ليه انا قلت كلمه them؟ لان كلمه someone و somebody و everyone و everybody الضمائر ديت يا جماعه بتبقى اسمها ايه؟ ضمائر غير محدده, والضمائر غير محدده دي دايما نعوض عنها بالضمير ايه؟ بضمير جمع. طيب يا جماعه تعالوا نشوفوا الكويز نمبر 4 بيج 14 صفحه 17.
نمبر 1 ذا جفرمنت اللي الحكومه اشورد يعني اكدت ذات زير شود بي يعني يجب ان يكون كاميراز الكاميرات ان اول ذا شوبس اللي في كل المحلات تو مونيتور اللي رقم اي يعني يراقب everything يعني كل شيء هابنس يحدث. نمبر 2 ماي براذر ديزايرز يعني اخي يرغب تو ليف ان ا لارج بالاس ان يعيش في قصر كبير ان ا يوروبيان كونتري يعني في بلد اوروبي. طبعا يا جماعه اخذنا ديزايرز لان ديت ايه جمع الجمله مضارع بسيط واحنا بنضيف الفعل اسم مع هي وشي وات والاسم المفرد. نمبر 3 ماي براذرز هنا ديت ابوستروفي اس الملكيه ومعروف ان ابوستروفي اس الملكيه هيجي بعدها ايه هيجي بعدها اسم وبالتالي هناخد رقم ايه اللي هي ديزاير معناها ايه دي بقى معناها رغبه يعني الجمله على بعضيها بيقول رغبه اخي ان يعيش في قصرا كبيرا على لارج بالاس ان ايوروبيان كونتري يعني في بلد اوروبي. نمبر 4 توريزم السياحه امبلويز اللي اخر واحده يعني توظف ساوزندس اوف بيبل يعني الالاف من الناس هو ار ريسبونسبل فور يعني مسؤولين عن زير فاميليز يعني اسرهم. نمبر 5 جود اديوكيشن التعليم الجيد اند ماني والفلوس جيف بيبل بيديهم ايه يا جماعه برستيج يعني وضع اجتماعي بقى. نمبر 6 هاز هي سنت ذا ايميل تو هيز فريند يعني هل ارسل الايميلات الى اصدقائه يس هيز بيس ات يسترداي طبعا هنقول يا جماعه سنت اللي اخر واحده لان كلمه يسترداي زال على الماضي البسيط والماضي البسيط لو بتكون مصرف استنى للفعل تمام وطبعا سند الماضي منها سند. نمبر 7 افري داي يبقى كده مضارع بسيط عشان كلمه افري داي ماي روم حجرتي تنظف ولا تنظف لا تنظف يبقى مبنيه للمجهول المضارع البسيط في المجهول بيتكون من ايه من اما واذا وارسل في الثالث وبالتالي هناخد رقم سي استايدد وايل اي ام ات سكول بينما اكون فين في المدرسه. نمبر 8 انجلش اللي هو الانجليزيه او الاوفر ذا وورلد ناو دايز هو الانجليزي يا جماعه بيتكلم ولا يتحدث لا يتحدث يبقى مبني لله مجهول يبقى از سبوكن اللي رقم ايه وطبعا زمن الجمله مضارع بسيط. نمبر 9 الوت اوف ويمن يعني كثيرا من النساء dont lose weight يعني لا يفقدن الوزن because they rarely لانهم نادرا براكتس سبورتس ما يمارسن الرياضه طبعا زمن الجمله يا جماعه مضارع بسيط الفعل هنا فعل جمع اللي هي ويمن واحنا المضارع البسيط لما يبقى الفعل جمع بنبقى في dont زائد المصدر ولو فعل مفرد ب doesn't زائد المصدر. نمبر 10 ذا فيرست ليسون طبعا ناخد رقم ايه اللي ستارتس ات 8 ام يعني الساعه 8 صباحا اند فينيشز وينتهي ات 10 طبعا يا جماعه ليه ستارتس احنا قلنا كل ما له جدول مواعيد بيستخدم مع زمن المضارع البسيط كشكل من اشكال المستقبل وبالتالي هناخد رقم ايه لان الفعل مفرد واحنا بنضيف الفعل اسم مع هي وشي ويت والاسم الايه والاسم المفرد. تعالوا نشوف الترجمه يا جماعه. When you give a person quality education يعني معنى الكلام عندما تمنح شخصا quality education يعني تعليما جيدا you don't only revive ما معنى كلمه revive revive يعني يحيي a nation أمة nation but also help them ولكنك تساعدهم to think يعني يفكر and create ويبدع to be good citizen كلمة citizen يعني مواطن وجود يعني صالح يبقى لو عضايا يا جماعة عندما تمنح شخصا تعليما جيدا فأنت لا تحيي أمة فحسب بل تساعده أيضا على التفكير والإبداع ليكون مواطنا صالحا إن شاء الله للترجمة من إنجليز العربي عنك مصبرة بإذن الله. من الشباب يبذل الشخص الطموح دائما قصارى جهده لتحقيق نجاح أكثر ولتحقيق ما يريد في هذه الحياة لذلك الطموح هو الأمل لحياة أفضل. كلمة شخص طموح يعني ambitious person طموح يعني ambition حياة أفضل a better life نجاح أكثر يعني more success أمل يعني ذهوب هنقول يا جماعة بصوا كده مع بعض نبدأ الأهم حاجة البداية الصح يبذل الشخص الطموح يبقى هنقول يا جماعة ambitious person يعني الشخص الطموح always يعني دائما أهو always does his best يعني دائما declaration جميل يعني يبذل قصارى جهده لتحقيق يعني تو يحقق يعني achieve طيب مزيدا من النجاح يعني more success للنجاح لتحقيق ما يريد تو اهو خلي بال حضرتك achieve يعني يحقق
what he or she طبعاً wants يعني ما يريد. خلي بالك في هذه الحياة يبقى in this life في هذه الحياة. لذلك يعني so أهو الطموح هو الأمل. طموح يعني يا جماعة يعني هنقول إن الطموح يعني ambition طموح نفسه. اللي بال حضرتك بيقول الطموح هو الأمل is الأمل يعني the hope أهو for a better life يعني حياة أفضل. طيب في بعض حاجات كان خلي بالنا منها يا جماعة. الطموح هو كلمة الطموح هو ده احنا اتفقنا مع بعضنا يا جماعة ان الضمائر العربية اللي هو وهي هما دائما يترجم على verb to be اللي هو am او is او are. طبعا بتحط is مع الفعل المفرد وبتحط are مع الفعل الايه مع الفعل الجمع. برضو يا جماعة كلمة حياة افضل فاحنا عارفين القاعدة اللي بتقول الصفة تصف الاسم وتأتي قبله طبعا. وبرضو يا جماعة خدنا هنا صفة مقارنة لان كأني بنقارن بين وضع الحياة الحالية والحياة اللي هيحققها ان شاء الله. يبقى هنا حقيقتين يبقى نقول for a better life. Unit 2 number 1 page 15 صفحة 15 number 1 she looked miserable. miserable يعني بائس. the antonyms of the word miserable are الكلمات يا اخواتنا العكس كلمة miserable اللي هو بائس او حزين. طبعا رقم B اللي هي happy ورقم C اللي هي contented. number 2 all of us should يعني كل منا ينبغي ان يتحمل the responsibility يعني مسؤولية of developing Egypt يعني تطوير مصر. طبعا يا جماعه الجواب بعد رقم بي اللي هاف او رقم اي اللي بير. نمبر 3 as a striker. سترايكر يعني مهاجم. مصطفى محمد is supposed to يعني من المفترض to score اللي رقم بي goals يعني يحرز اهداف not to lose the ball والا يفقد الكره. نمبر 4 at hospitals في المستشفيات blood pressure يعني ضغط الدم is measured يعني يقاس measured اللي رقم بي regularly يعني بانتظام for patients المرضى before surgical operations يعني عمليات جراحية. number 5 after the terrible fire يعني بعد الحريق الهائل a lot of volunteers يعني كثيرا من المتطوعين wanted to give donations اللي رقم بي اللي تبرعات of blood من الدم and money والمال to the victims للضحايا. number 6 children need to be يعني الأطفال يحتاجوا أن monitored يراقبون will by their parents هم الوالدين at home in order not to hurt themselves حتى لا يجرحوا أنفسهم. number 7 my neighbor is famous. famous يعني مشهور به. طبعا famous بحرف الجر ايه ممتاز. 4 رقم ايه مشهور به his patience اللي هو الصبر and good manners يعني الأخلاق الحميدة. number 8 a space means deep loud noise يعني صوت عميق عالي made by an animal يصنعه حيوان such as a lion زي الأسد or someone's voice أو صوت شخص ما. طبعا يا جماعة رقم بي roar معناها زئير. number 9 did you go out last night يعني هل خرجت الليلة الماضية or were you busy ولا هل كنت مشغولا. طبعا ليه يا جماعة استخدمنا where لأن كلمة busy صفة يعني إيه الفرق بين did where أو was. did بيجي بعدها فاعل ثم المصدر لازم يجي بعد did فاعل مصدر الفعل لكن وير أو ووز يجي بعدين فاعل وبعدين اسم أو صفة. فكلمة بيزي هنا صفة اللي هي مشغول وبالتالي نقول وير يو بيزي. number 10 my son is always ambitious. ليه؟ لأن ظروف التكرار بتيجي قبل أي فعل وبعد أم أو إذا أو أر. بعد أم أو إذا أو أر بقول is always ambitious and he wants to study medicine يعني يريد أن يدرس الطب. number 11 احمد is best tea in the evening every day. طيب انا عرفت كده ان احمد عاده ما بيتناول الشاي كل مساء في المساء كل يوم وبالتالي هناخد رقم بي اللي هي usually has لان ظروف التكرار زي ما احنا سائلين دلوقتي تيجي قبل اي فعل وبعد اما واذا وها. number 12 10 years ago دل على ايه ago دي على الماضي البسيط. الماضي البسيط اللي هو بتكون الصفة الثاني للفعل باضافه اي للافعال المنتظمه وبالتالي هناخد رقم A اللي هي lived in a house يعني في منزلا by the river يعني بجوار النهر. number 13 that car over there يعني العربية اللي هناك دي used يعني تستخدم. I have just bought it from the car agency يعني بنقول يا جماعة ان العربية ديت ليست مستخدمة
انا لسه شاريها من الاجنس بتاع السيارات. طبعا هنا مضارع بسيط في المجهول، والمضارع البسيط يبقى isn't used لانه مفعول اما اظهرت صفه الفعل. نمبر 14 what time it when your father arrived. يا جماعه انا فهمت من when your father arrived ان ده سرد احداث، وبالتالي هيبقى زمن الجمله ماضي بسيط، يبقى what time was it. هتقول يا استاذ did ما تنفعش؟ لا ما تنفعش، لان did عايزها بعدها فعل ثم المصدر، يعني في اي وقت وصل ابوك. نمبر 15 teachers teach lessons، يعني المعلمون يدرسون الدروس. For their students للطلاب it's their job انها وظيفتهم. طبعا ليه خدنا teach يا جماعه؟ لان دي حقيقه، والحقائق في المضارع بتيجي مع زمن المضارع البسيط، وخدنا الفعل في المصدر لان ده فاعل جمع. نمبر 16 don't leave the place، يعني لا تترك المكان. till your father حتى ابوك to take you. طب احنا اتفقنا ان الروابط الزمنيه زي افتر واس واز وتيل وانتيل بيجي بعدها مضارع بسيط، يعني بيجي بعدها المصدر او المصدر المضاف له اس، او مضارع تام يعني هاف او هاز تصرف تاج الفعل، بشرط ان يكون الفعل الثاني مستقبل او امر. طب هنا مستقبل اهو امر، سوري دونت ليف يعني لا تترك، يبقى طالما لقيت هنا امر يبقى بعد الرابط لو كمز لرقم دي، لان الفعل هنا فعل مفرد واحنا بنضيف الفعل اس مع هي وشيته الاسم الايه المفرد. طيب تعالوا نشوف سؤال القطعة يا جماعة، بيقول in Britain most schools are financed، يعني معظم المدارس في بريطانيا تمول by the state عن طريق الحكومة. children الأطفال attend يعني يحضر those schools for free، يعني بيحضروا في المدرسة مجانا. there are many local variations in the detail of the school system، ويوجد العديد من الاختلافات المحلية في تفاصيل النظام المدرسي. The general pattern إنه النظام العام أو النموذج العام in schooling in Britain is well organized، يعني في التدريس أو في المدرسة منظم جيدا. All children must start school، يعني كل الأطفال ينبغي أنهم يبدأوا المدرسة at the age of five، هم عندهم خمس سنين. Many have previously، والعديد منهم previously سابقا attended play schools، يعني مقصود بplay schools اللي يعني or nursery schools المقصود بها الايه الحضانة. but these are not compulsory، ولكنها primary ابتدائي education whether state or private seeks، يعني يبحثون to develop all the aspects يعني كل نواحي of the child الطفل physical اللي هو البدني and emotional العاطفي as well as intellectual اللي هو العقلي and cultural اللي هو ثقافي aspects يعني النواحي. most schools concentrate on يعني تركز على the child's development of his or her potential اللي هي القدرات او الامكانيات rather than on training التدريب for particular exam يعني امتحانات محدده. at the age of 11 هم عندهم 11 سنه children move to different schools يعني انتقلوا الى مدارس مختلفة. these are called يعني تسمى secondary schools. يبقى اذا في بريطانيا الطلاب بيبداوا المدرسة الثانوية وعندهم كم سنة يا حبايب؟ هم عندهم 11 سنة. and the children of all abilities يعني قدرات go to the same school لنفس المدارس. the pupils have set time table يعني بيضعوا جداول مواعيد of subjects المواد including فيما يشمل art art subjects يعني المواد الفنية such as history اللي هي التاريخ English اللي هي الإنجليزي and foreign language واللغة الأجنبية as well as بالإضافة إلى science subjects اللي هي المواد العلمية and sports والرياضة. at the end of this period وفي نهاية هذه الفترة most pupils معظم الطلاب take one or two public examinations يعني بياخدوا امتحان أو امتحانين. After these examples, i.e. at the age يعني أعني وهم عندهم 16 at the age of 16 or so, most pupils leave يعني بيتركوها بقى. Pupils usually take a public school leaving examination يعني بياخدوا امتحان عام عند مغادرة المرحلة الثانوية. The results والنتائج بتاعتها in these exams will largely determine يعني تحدد بشكل كبير whether they now start to work إنهم يبدأوا العمل or they can continue يعني يستمر with higher education يعني تعليم أعلى at university في الجامعة or college يعني في الكلية. طيب يا جماعة تعالوا نشوف الأسئلة. in Britain يعني في بريطانيا most students يعني معظم الطلاب طبعا يا جماعة رقم ايه don't pay money ما بيدفعوش فلوس.
نمبر 18 ذا اندرلايند بروناون زي، يعني كلمه زي اللي تحتها خط ريفيرز تو، بتشير لايه يا جماعه؟ طبعا بتشير لبيوبلز اللي هي رقم دي. 19 all children يعني كل الاطفال must start school يعني ينبغي انهم يبداوا المدرسه when they are 5 وهم عندهم 5 سنوات. نمبر 20 ذا وورد فيزيكال مينز، كلمه فيزيكال اللي هي بدني معناها ايه يا جماعه؟ طبعا رقم بي اللي هي بدلي. نمبر 21 children move to secondary school يعني الاطفال بينتقلون الى المدرسه الثانويه when they are عندما يكونوا طبعا رقم سي اللي هي 11. 22 it is optional، optional يعني اختياري for many children للعديد من الاطفال to attend nursery schools انهم يحضروا المدرسه الحضانه before the age of 5 يعني قبل الايه الخامسه من عمرهم. نمبر 23 in Britain most schools يعني معظم المدارس are free يعني مجانيه as the government الحكومه pays for them يعني تدفع لهم. 24 primary education in Britain يعني التعليم الابتدائي في بريطانيا concentrates يعني يركز على on the child's development يعني تطور الطفل not on particular exams وليس على امتحانات محدده. طيب يا جماعه بالنسبه للترجمه ان شاء الله العربي انا معاكم والسبوره الانجليزي بقى بيقول ايه؟ ترانزليت انتو عربك. several teenagers، teenagers المراهقون effectively بشكل افعال participated in يعني شاركوا في in the campaign، campaign يعني حملة which is their local council اللي هو ايه council يا جماعة؟ اللي هو المجلس المحلي. had launched، launch يعني يشن حملة يعني against، against يعني ضد bullying اللي هي البلطجة and violence اللي هي العنف in streets يعني في الشوارع. يبقى هنقول على بعضها يا جماعة شارك العديد من المراهقين بفاعلية في الحملة التي أطلقها مجلسهم المحلي ضد التنمر والعنف في الشوارع. علينا جميعا أن ندعم كل فكر بناء وجهد حقيقي يسعى للتطوير والتنمية في كل المجالات وذلك لمصلحة وطننا الحبيب. طيب علينا يعني كلمة جميعا دي يعني نقول we all، we all، ويدعم يعني support، support فكر بناء constructive thought، constructive thought جهد حقيقي يعني real effort، real effort التنمية development، development لفائدة for benefit of، for benefit of وطننا الحبيب يعني beloved country، beloved beloved country يعني بلدنا الايه الحبيب. طيب علينا جميعا يبقى نقول يا جماعة we اهو all have to. طيب يدعم يعني ايه يدعم؟ يعني support. طيب كل فكر بناء يعني every اهو خلي بالك يا جماعه فكر بناء قلنا يعني constructive اهو thought اللي هو الفكر الايه الفكر البناء تمام الذي وجهد حقيقي ان اهو قلنا جهد حقيقي يعني real اهو effort الذي يسعى الى التطوير اهو يبقى which يسعى يعني يا جماعه seek اهو اهو seek تمام to يسعى الى التنميه او التطوير يعني هنقول development development كلمه development يعني التطوير and improvement improve اهو ment او ممكن نكتبه كلمه progress تمام في كل المجالات يعني in all مجالات يعني ايه يا حبايبي مجالات يعني fields تمام وذلك لمصلحه يا ريت نحفظ الاكسبريشن الجميل ده يا جماعه هنقول for the اهو benefit benefit اهو of تمام معظمنا الحبيب يبقى هنقول our اهو beloved country يعني بلدنا الحبيب. طيب قد طالب هيسألني سؤال بالنسبة للإسهاء هنعمله في إيه يا أستاذ؟ إن شاء الله بإذن الله عز وجل عن بإذن الله سبحانه وتعالى كل الإسهاءات اللي قدام حضراتكم دي هنلمها لكم كلها على بعضها ونشرحها لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أنت حضرتك مثلا أي موضوع إسهاء إن شاء الله هنعالجه لك بإذن ربنا سبحانه وتعالى هنعمل لهم ملف كده على بعضهم وبتوع الامتحانات كلهم وبإذن الله هنبذل كل ما في وسعي عشان خاطر نشوفكم بإذن الله سبحانه وتعالى وأنتم في أحسن مكان. ويكون الهدف بتاعنا مش بس إن إحنا على الدرجة النهائية مش دي يعني مش ده الهدف اللي ممكن الانسان يشتغل عليه ده مش انا مش عايز كده انا عندي اهم من انك انت تجيب الدرجه النهائيه انك انت فعلا تتاسس انك انت فعلا تطلع لتانيه سنه وانت فاهم انجليزي وعارف انجليزي
وبعد كده بالمرحلة اللي بعديها واللي بعديها ربنا يوفقكم وياخذ بيكم إن شاء الله.